أرحب بكم جميعا معلمين ومعلمات جنودا في معركة بناء الإنسان والعقل والفكر جنودا في معركة تصحيح مفاهيم الجهل والتخلف جنودا في الدفاع عن هويتنا وثقافتنا وانتمائنا عبر تحصين أبنائنا بالوعي والعلم والمعرفة فبمناسبة عيد المعلم كل عام وأنتم بخير سميت الوزارة وزارة التربية لم تسمى وزارة التعليم ولا وزارة التدريس ولا وزارة المدارس لأن العلم من دون أخلاق يؤدي للأذى ويلحق الضرر والعلم من دون وطنية يؤدي لدمار الوطن لذلك المعلم لا يجوز أن يكون فقط مدرس المعلم هو مربي مدرس ومربي مربي بالمعرفة ومربي بالقدوة الحسنة المدارس هي رديف المنازل والمعلمون والمعلمات يتكاملون في عملهم مع الأهالي ويكملون ما بدأه الأهل في المنزل في تنشئة الجيل القادم أو رجال أو نساء المستقبل لذلك عندما يظهر أي خلل في المجتمع أو في الوطن أو في البلد على مستوى مهني على مستوى اجتماعي على مستوى وطني أول ما يشار إليه بالبنان هو قطاع التربية التربية منازل ومدارس أهالي ومعلمين فالتربية هي كل فرد في المجتمع وهي كل عائلة وهي كل اختصاص يعني عملياً هي كل الوطن فإذا ارتقت يرتقي معها الوطن وإذا انحدرت ينحدر معها الوطن واليوم ونحن ننهي العام 11 للحرب على سوريا تصبح الأمور مع الوقت ومع الزمن ومع مرور السنين أكثر وضوحاً بالنسبة لكل مواطن سوري وعناصر هذه الحرب تصبح أكثر ظهوراً سواء الغرب الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على كل العالم بما فيها سوريا كواحدة من الساحات مروراً بالإمعات أنظمة الإمعات سواء كانت عربية أو إقليمية أو كانت غربية في أوروبا وصولاً إلى من يحمل جنسية سورية ولكنهم غير الحاملين لروح الوطن ولتراثه وهذا العنصر هو العنصر الأهم في هذه الحرب لأنهم المدخل للغرباء والمفتاح لكل المؤامرة التي حصلت في سوريا ودروس الحرب لا يمكن أن تكون دروس مفيدة أو مستفادة إن لم نتمكن من تحليل هذه الحالة فهؤلاء الأشخاص عاشوا معنا في نفس الوطن درسوا معنا نفس المناهج كل هذه الدروس الموجودة في التاريخ تعلمناها سوية ولكنهم ذهبوا بالاتجاه المعاكس تلك المجموعات من السوريين وهي قليلة بالاتجاه المعاكس للتاريخ ولطبيعة المجتمع في سوريا هناك عامل آخر لا يقل أهمية عن هذا العامل أو العنصر هم السوريون الذين أحبوا بلدهم ولكنهم لم يمتلكوا الوعي الكافي في بداية الحرب لكي يعرفوا ما الذي حصل فأرسلوا الرسائل الخاطئة عن غير قصد للخارج فشجعوا الخارج وشجعوا الإرهابيين عندما أظهروا أن ما يحصل في سوريا هو ليس خلافات سياسية والخلافات السياسية طبيعية الناس لديها آراء مختلفة ولكن ما أظهروه هو الانقسام
الوطني، وعندما يكون هناك انقسام وطني يعني أن أسس الوطن غير صحيحة، وهذا يعطي رسالة للأجنبي لكي يبحث عن الفرصة المناسبة والذهبية للتدخل في سوريا. خلطوا بين حرية الرأي وبين فوضى الآراء، فكانت بالنسبة لهم الحديث عن المواضيع والحديث باللغة التقسيمية سواء كانت طائفية أو عرقية أو غيرها هو جزء من حرية الرأي وليس جزء من تخريب الوطن. برروا الفوضى برد الفعل، برروا التخريب بالإصلاح، قالوا بأن من خرج خرج من أجل أن يصلح الفساد والأخطاء المختلفة الموجودة. خلطوا بين الحكومة والدولة، بدلا من معارضة الحكومة ذهبوا باتجاه تدمير الدولة. لم يقدروا ماذا يعني تدخل خارجي، دخول نزول سفراء أجانب إلى الميدان في سوريا من أجل دعم التخريب. وعوا لاحقا، ولكن عندما وصلوا إلى مرحلة الوعي كان الأوان قد فات، وكان في ذلك الوقت قطار التخريب قد انطلق في سوريا. كل هذه الأمثلة تعبر عن عدم وعي عميق ومخيف جدا لدى جزء من أبناء المجتمع، ولو كان هذا جزء صغير وليس كبير. وأقول مخيف لأن أمن واستقرار الوطن يعتمد على الوعي، أهم عنصر هو الوعي والوعي الوطني بالدرجة الأولى. كل العناصر الأخرى للاستقرار هامة، ولكن بغياب عنصر الوعي لا قيمة لها. وطبعا التربية هي أهم عنصر من عناصر تشكيل هذا الوعي. فنسأل أنفسنا سؤال، ونحن ما زلنا في خضم الحرب، ويبدو أن الحروب تنتشر في كل مكان، هل نظامنا التعليمي قادر على المساهمة الفعالة في بناء نشأ واع ومؤهل؟ هل يستطيع أن يحمي تلك الأجيال الصاعدة من السقوط الفكري والنفسي ولاحقاً السقوط الاجتماعي ومعه الوطني؟ لماذا نسأل هذا السؤال الآن؟ يعني ألم يساهم النظام التربوي عبر أجيال في بناء هذا الوعي؟ بكل تأكيد معظمنا نشأ بهذا النظام، لكن الفرق أن التعليم قبل التسعينيات وبناء الوعي الوطني وحماية المجتمع من التأثيرات الخارجية كان سهل، لم يكن هناك لا فضائيات ولا إنترنت ولا ما شابه، يعني كانت المجتمعات أقرب إلى العزلة عن بعضها البعض، وهناك تواصل ولكن كان محدود. بالتسعينيات بدأت الفضائيات وبدأ التأثير الخارجي، وطبعاً بالألفينيات بدأت الإنترنت، وكلنا يعيش اليوم ماذا تفعل بنا وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى أن عملية تأسيس هذا الوعي اليوم بالنسبة للكادر التدريسي، بالنسبة للمنهج، بالنسبة لمنظومة التربية والتعليم بكل جوانبها ستكون أصعب بكثير وأكثر تعقيداً. هذا لا يعني أبداً أن العزلة التي كانت موجودة بحكم ظروف العالم في ذلك الوقت من الناحية التقنية وغياب وسائل التواصل الاجتماعي كانت شيء جيد، بالعكس من أهم عناصر تطوير المجتمعات وتوسيع آفاقها هو الاحتكاك بالثقافات الأخرى. شرط وحيد أن نكون محصنين عبر الشخصية الوطنية الراسخة، لأن هذا التواصل والاحتكاك مع الثقافات الأخرى يختلف بين أن يكون عملية اندماج ونحن نعتبر أنفسنا جزء من ثقافات العالم، ونحن من أهم المجتمعات القادرة على الاندماج بحكم التنوع التاريخي ومرور الحضارات المختلفة، ولكن هناك فرق كبير بين أن نندمج وبين أن نذوب. لذلك التربية بهذا العنوان لها دور هام بتشكيل هذه الشخصية الوطنية وبتشكيل الهوية الوطنية والقومية الجامعة لمختلف أطياف المجتمع السوري. ننتقل للسؤال الثاني، وهو التركيز على الثغرات الكبرى أو التي نراها أخطر لمعالجتها. وجزء من هذه السلبيات لا علاقة لها بالحرب، ولكنها ظهرت بالحرب، وأقدر شريحة أو قطاع قادر على تحديد هذه السلبيات
هو قطاع التدريس لأنه يتعامل مع الطالب بشكل يومي. السؤال الثالث الذي ينطلق من السؤال الأول والثاني، ما هو المخرج الذي نريده من نظامنا التربوي؟ من هو هذا الخريج؟ ما هي مواصفات الخريج؟ من هو المواطن المستقبلي الذي نبحث عنه؟ وهنا يفضل أن ننطلق أولاً من البيئة العامة التي نعيشها اليوم. كلنا كبار وصغار نعيش اليوم في عصر المعلومات، يعني بين المعلومة والمعلومة تأتي عشر معلومات. كثافة المعلومات بسبب وجود الهواتف الذكية والحواسيب ووسائل التواصل الاجتماعي لا تعطي وقت للتحليل، لكن هذا الحجم من المعلومات لم يجعل الأجيال أفضل، بالعكس أعادنا إلى الخلف. الأجيال السابقة كان لديها معلومات أقل ولكن كان لديها قدرة للتحليل أكبر. اليوم نحن نخسر هذه القدرة أو المهارة. فإذا علينا أن نفكر كيف يمكن أن ننشئ جيلاً يعني يمتلك منظومة تفكير صحيحة. عندما يكون لدينا منظومة تفكير صحيحة فستصبح هذه المعلومات الكثيرة مفيدة للطالب ومفيدة للمجتمع. ننتقل من أن تستثمرنا المعلومات إلى أن نستثمرها نحن. عندما نستثمر المعلومات تصبح الإشاعات خارجاً وتصبح القيادة عن بعد التي تحصل من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي تصبح موضوع خلف ظهرنا. حالياً لأننا لا نحلل المعلومات فنحن نقاد عن بعد. في عصر المعلومات نحن بحاجة لتحليل. التاريخ لا قيمة له كمعلومات إن حفظناها، إن لم نستنتج دروس التاريخ، وهذا قمة التحليل. نحن اليوم بحاجة لتحليل التاريخ أكثر من الرياضيات. نحن بحاجة لإنشاء جيل يواجه التحديات لا يهرب من التحديات. عندما تظهر أمامه مشكلة يواجهها لا يهرب منها ويعيش حالة إنكار. بحاجة لجيل مبادر فاعل لا يبحث عن الحلول لا ينتظرها لكي تأتي من تلقاء نفسها. بحاجة لجيل يسعى لتبديل الواقع لا يخضع للإحباطات التي تقوده إلى لا شيء. بحاجة لجيل يسيطر على تقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ويحولها لخدمته ولفائدته بدلا من أن تستنزفه بالوقت وبالطاقة وتجعله شخصا يعيش حالة من الفراغ. نريد خريج ينتمي للوطن، لا يعتبر أن الوطن هو عبارة عن فندق فيه خدمات معينة جيدة وعندما تنحدر هذه الخدمات ينتقل لفندق آخر. وعندما نتحدث عن الفندق لا نقصد الجغرافيا، لا نتحدث عن أشخاص سافروا أو هاجروا لأسباب مختلفة. البعض يسافر من أجل العلم، البعض يسافر من أجل العمل، هناك أسباب مختلفة، ولكن الفندق هو المقصود فيه الأشخاص الذين يعيشون في سوريا وقلوبهم عقولهم في الخارج. وهناك أشخاص عاشوا في الخارج بسنوات مختلفة ولكن قلوبهم وعقولهم بقيت في سوريا. البعض منهم قام بأعمال كثيرة من أجل مساعدة وطنه وهو في دول مختلفة. البعض منهم وقف على الحياد وكأنه غير معني، والبعض منهم جهد من أجل أن يقنع الغرب بقصف سوريا. فإذا الوطن الفندق ليس المقصود به الجغرافيا وإنما مقصود فيه الانتماء وكيف وطريقة النظرة لهذا البلد. فإذا هو أين يكون عقل الإنسان مع وطنه. نريد خريج يعتبر نفسه جزء من الكل ولا يعتبر نفسه كل، يعتبر نفسه ويعتبر مصلحته يعتبر مصلحته جزء من مصلحة المجموع، يستفيد مع الآخرين وليس على حساب الآخرين. غيرياً يعرف معنى العطاء، لا أناني بشكل مطلق، لا يفكر سوى بنفسه ومن بعده الطوفان، مستعد لكي يضحي من أجل وطنه لا أن يضحي بالوطن وبمصلحة الشعب من أجل مصالحه الخاصة. كيف ننشئ هذا الجيل؟ ننشئهم بالوعي الوطني وبالقدرة على التحليل، هذا هو الأساس. كل شيء
يأتي لاحقا ويبنى على هاتين النقطتين. تقنيا نطورهم بتطوير المهارات وليس بالإغراق بالمعلومات. ما ينقصنا هو المهارات. المعلومات غزيرة في مناهجنا كما تعرفون، ولكن المهارات ضعيفة. فإذا نحن نأخذ العلم ولكننا نخسر المهارة. العلم يفيد بالاختصاص ولكن المهارة تفيد بالمجتمع. وهذا ينقلنا لمهارة أخرى، هي مهارة التواصل، وهي ضعيفة جدا في مجتمعنا. الحضور الواثق، القدرة على الإقناع، القدرة على الحوار مع شخص آخر مختلف عنه، هذه المقدرات ضعيفة بشكل عام. وعندما نتحدث عن الحوار، قدرة الحوار مع الشخص المختلف، فهنا ننتقل لموضوع آخر هام جدا، وهو موضوع التنوع. التنوع في سوريا، التنوع الاجتماعي هو أساس الهوية السورية. هذا التنوع هو أهم نقطة قوة يمتلكها أي مجتمع متنوع، وهي بنفس الوقت أكبر نقطة ضعف يمتلكها هذا المجتمع. كيف؟ بحسب ما ننظر إليها. إذا كنا نرى هذا التنوع غنى، الغنى الذي يأتي عبر الحوار المستمر بين مختلف مكونات المجتمع، فهذه نقطة قوة. إذا كنا نراها اختلاف وخلاف، فهي حتما نقطة قوة. لذلك يجب أن نؤسس على أن سوريا لا يمكن أن تكون موجودة من دون هذا التنوع. لا يمكن أن يكون تنوعها أقل، ولا يمكن أن تكون سوريا لون واحد نهائيا. يعني هذا النوع من الاختلاف وهذا النوع من الحوار ينقلنا إلى موضوع القيم، لأن الحوار وقبول الآخر هو أيضا جزء من القيم الاجتماعية التي يجب أن نربي عليها طلابنا. فقبول الاختلاف سواء كان مختلف بالعقيدة، بالرأي، بالثقافة، بأي نوع من أنواع الاختلاف، هو واحدة من القيم الأساسية التي تحمي الوطن، بالإضافة لتكريس القيم الأخرى كالمحبة والخير والاحترام، احترام الذات، احترام الكبار، احترام المعلم، احترام العلم، كل معاني الاحترام التي بدأنا نفقدها تدريجيا خلال العقدين الأخيرين بسبب تأثرنا بالثقافات الأخرى التي أيضا تخلط بين حرية التصرف وقلة الأدب. أما بالنسبة للمواد، فأيضا المواد لدينا شاملة، لكن ما ينقص المواد أحيانا هو الربط بين هذه المواد. نحن نتحدث عن منهاج وأهداف واحدة، أحيانا نؤلف المناهج بشكل مستقل من دون حوار بين الاختصاصات، وهذه نقطة ضعف. بالنسبة للطالب عندما يشعر بأنه يذهب باتجاهات مختلفة غير متوازية باتجاه هدف واحد بمواد مختلفة، وأحيانا يكون هناك البعض من التناقضات بين الكتب بالنسبة لمعلومة محددة، فهذا الشيء لن يؤدي الرسالة المطلوبة من المنهاج، بالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله القائمون على تأليف هذه المناهج. هذا الربط ضروري جدا. هناك أيضا موضوع الربط بين مضمون المواد وحجم المواد وحاجة المجتمع. ماذا نحتاج اليوم؟ نحتاج مهندسين وأطباء وحقوقيين، أم نحتاج اليوم مبرمجين أكثر؟ أين يذهب العالم خلال 10 سنوات القادمة، أو ربما أكثر، ربما خلال 2 قادمين؟ هل يذهب بشكل مستمر باتجاه الذكاء الاصطناعي الذي ربما يحكم كل هذه الأشياء التي نعيش معها اليوم؟ أين نوجه الناس؟ هل نوجههم باتجاه آخر مختلف هو التعليم المهني، بما أننا نتحدث دائما عن المشاريع الصغيرة، وباعتبار أن المشاريع الصغيرة هي حاجة أساسية للاقتصاد السوري بغض النظر عن الحرب، ولكن بناء الاقتصاد بشكل أساسي يعتمد على المشاريع الصغيرة. هل نحن بحاجة لمهنيين أكثر، بالرغم من أن التعليم المهني يتبع للتعليم العالي؟ وهذا ينقلنا لنقطة أخرى، ربط المناهج ما بين التربية والتعليم العالي، خاصة التعليم المتوسط. ولكن يجب أن نحدد أين نتوجه خلال العقود القادمة، لأن الطالب الآن في الصف الأول عمره تقريبا 5 أو 6 سنوات، 10-12 عاما سيكون في الجامعة باختصاصات معينة. طبعا هذا العنوان يخص التربية ويخص التعليم العالي كما قلت، وليس فقط التربية. الربط بين المنهاج والدروس المستفادة من كل المفاصل الوطنية التي مرت بها سوريا.
يعني نحن نعطي المعلومات عن الأكاديين والآشوريين والبابليين والعموريين والفينيقيين وصولا إلى الاستعمار الحديث خاصة الفرنسي والبريطاني. ولكن أهم مرحلة تعني هذا الجيل اليوم تعنيه بشكل واقعي هي مرحلة الإخوانجية، الإخوان المسلمين في الثمانينيات عندما قاموا بالعمليات الإرهابية، لأن هذه تلك المرحلة هي التي أسست للحرب التي نتعرض لها اليوم. كيف يمكن أن نطلب من هذا الطالب الذي سيكون مواطن في المستقبل أن يكون لديه وعي وطني ونحن لا نشاركه بالتجارب الوطنية؟ لا يوجد ربط، لا يعرف ما هي العلاقة بين هذه الحرب وتلك الحرب التي شنت في الثمانينيات، لا يعرف حتى عن بدايات هذه الحرب. فإذا هذه التجارب الوطنية الهامة يجب أن تكون جزء أساسي من المنهاج ومن تأسيس الوعي الوطني في المستقبل. تحدثنا كثيرا عن طالب وعن المناهج، ولكن ماذا عن المعلم؟ طبعا كل ما ذكرته سابقا عمليا هو المعلم وليس الطالب. الطالب شريك وليس فقط متلقيه، والشريك الأكبر هم الأهالي، هذا شيء طبيعي، ولكن من يقود العملية هو المعلم. المعلم اليوم بحاجة لمنظومة متكاملة كأية منظومة إدارية تتعامل مع التأهيل من جانب، ولكن بنفس الوقت تربط مع التأهيل المراتب الوظيفية والمبادرة والحوافز المادية المرتبطة بهذه المراتب. فيجب أن نؤسس لمنظومة متكاملة تم البدء بها، وأعتقد بأن اللمسات الأخيرة على القانون المرتبط بها موجود الآن في التربية وسيرفع لمجلس وزراء بعد دراسته من قبل اللجنة المختصة، سيشكل دعم معنوي وتقني ولكن الأهم مادي للمعلمين. فإذا قطاع التربية سيبقى أولوية، لأننا من دون المواطن الواعي المسلح بالعلم وبالمعرفة والقادر على التحليل والمتماشي مع متطلبات العصر، أي حلول للمشاكل التي نواجهها اليوم بكل المجالات وبمختلف القطاعات ستبقى حلول جزئية ترقيعية قاصرة وقصيرة الأمد. عندما نبني هذا الإنسان المستقبلي سيكون الوضع مختلف بشكل جذري. اليوم تمكننا من خوض الحرب والدفاع عن الوطن بمواطن واعي ومنتمي، ولكن بثمن كبير جدا. نحن نريد في المستقبل أن يكون هذا المواطن الذي نبحث عنه، الذي هو الآن طالب في مؤسسات تعليمية السورية، ليس فقط قادرا على الدفاع، بل هو أهم من ذلك، هو أن يكون قادرا على وقاية بلده من أي حرب قبل أن تبدأ. نريد شخص قادر على التحليل وبالتالي تفكيك المصطلحات التي تأتينا من الخارج وتفكيك سمومها، وبالتالي هذا الشخص الواعي لا تأخذه تلك المصطلحات باتجاه التغرب عن المجتمع كما نرى، أو باتجاه التطرف، لا التطرف السياسي ولا الاجتماعي ولا الثقافي ولا الديني. عندما يكون هذا الفرد واعي فهذا يعني أن كل المجتمع واعي، ويعني أن كل هذا المجتمع قادر على قراءة المخططات بشكل استباقي، وقادر على تفكيك شفرات المؤامرات المختلفة التي لن تتوقف تجاه هذه المنطقة وخاصة تجاه سوريا. وكما نرى جميعا فالعالم لا يسير باتجاه الاستقرار، بالعكس تماما، الحروب تنتشر واللا استقرار هو ما نراه في المدى المنظور. اليوم الأحداث بحد ذاتها لا تعنينا بتفاصيلها بمقدار ما يعنينا الربط بين هذه الأحداث، والربط بينها وبين الأحداث السابقة التي حصلت في الماضي. عندما نتمكن من هذا الربط عندها نستطيع أن نقرأ
المستقبل. بنفس الوقت يجب أن نقوم بربط هذه الأحداث مع المواقف السورية خلال الحرب وقبل الحرب والمواقف السورية السياسية القديمة. عندما نقوم بهذا الربط نستطيع أن نقول هل كانت الرؤية السورية في يوم من الأيام صحيحة أم خاطئة، واقعية أم بعيدة عن الواقع. لذلك إذا أردت أن أتحدث عن الأحداث اليوم فجوهرها اليوم وفي الماضي هو الغرب، لأن الغرب يدير سياسات العالم أو يؤثر، لكي نكون أكثر دقة، يؤثر بالعالم بشكل سلبي منذ مئات السنين، ربما أكثر من قرنين من الزمن. كل مشاكل العالم عبر مئات السنين سببها الحروب والاحتلالات والقتل الذي كان دائماً الغرب يسعى إليه من أجل تحقيق مصالحه. فإذا أردنا أن نتحدث عن أي موضوع لابد أن نتحدث عن القاسم المشترك اليوم، أولاً لأن معاناة العالم كما قلت سببها الغرب، ثانياً لأن معاناتنا في سوريا وفي هذه المنطقة التي عمرها الآن 100 عام ونيف منذ خروج العثماني عام 1916 ترتبط مباشرة منذ الاحتلال الفرنسي حتى اليوم بالدول الغربية التي لم تتوقف عن التآمر على سوريا. الجانب الآخر لأن الغرب اليوم يمر بمفصل تاريخي بالنسبة لدوره ووجوده وصورته بعد حرب أوكرانيا تحديداً. حرب السورية أثرت وليبيا، ولكن الحرب الأوكرانية الآن هو مفصل كامل لدور الغرب. سقوط الاتحاد السوفيتي كان مفصلاً هاماً، ولكن الغرب كان يعتبر نفسه قوي، لكن التحول الحقيقي حصل منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا هو التحول الثاني الكبير. فبما أن كل شيء، كل المشاكل وليس كل شيء، كل المشاكل والاضطرابات مرتبطة بالغرب، لذلك سأمر على بعض النقاط المرتبطة به، وهي بالنسبة لنا في سوريا معظمها نقاط قديمة ليست جديدة، ولكن بالنسبة للجمهور الغربي هي جديدة، وبالنسبة للكثير من المخدوعين في العالم هي جديدة، وهذه النقاط هي ما سنبني عليه رؤيتنا المستقبلية ربما لعقود من الزمن وليس لأيام أو ليس لأشهر أو سنوات قليلة. فالنقطة الأولى هي أن الغرب الاستعماري، وعندما أقول الغرب الاستعماري نحن لا نتحدث عن الشعوب، نحن نتحدث عن الأنظمة الغربية، نتحدث عن المؤسسات التي تقود السياسة الغربية. فإذا عندما أتحدث عن الغرب فأنا أصف المؤسسات الفاعلة، اللوبيات والحكومات أو الأنظمة التي تعمل بشكل وثيق معها. فالغرب الاستعماري لم يتغير مطلقاً عبر تاريخه حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي تبدل. الفرق هو أن أمريكا حلت محل بريطانيا وفرنسا في الخمسينيات، وتحولت تلك الدولتان مع باقي الدول الأخرى في الغرب إلى تابعين للسياسة الأمريكية، وأصبح الغرب أكثر تمرساً في الكذب والخداع وأكثر براعة في لبس الأقنعة المخادعة من أجل أن يخدع الشعوب المختلفة، وتمكن من ذلك على مدى عقود من الزمن. اليوم الغرب يستخدم المزيد من المصطلحات الإنسانية، ولكنه يرتكب المزيد من الجرائم بحق شعوب العالم. ولكن في الحقيقة كل هذه الأقنعة التي لبسوها خلال تلك العقود لم يتمكنوا خلالها من خداع سوريا ولا مرة واحدة، وهذه مشكلة الغرب مع سوريا ومع الشعب السوري. لكن الأحداث التي حصلت في سوريا أجبرت الغرب على أن ينزع هذه الأقنعة تدريجياً. أتت الحرب الأوكرانية لتدفع هذا الغرب لينزع ما تبقى من أقنعة دفعة واحدة، وأصبح الغرب عار تماماً أمام جمهوره أولاً وأمام باقي الشعوب ثانياً. ولكن نزع هذه الأقنعة لم يكن من دون ثمن. نزع هذه الأقنعة أدى لنسف أسس الدعاية الغربية الكاذبة التي بدأوا بتبنيها بعد الحرب العالمية الثانية. فأول نقطة أن الغرب أثبت أن القانون الدولي لا يعنيه على الإطلاق. والغرب أكثر من دمر، عندما نقول غرب رأس أمريكا هي أكثر من داس على مؤسسات القانون الدولي عبر العقود الماضية وحول العالم إلى غابة. وهنا يتساءل البعض
قليل من الرومانسية والبساطة. ما هو المبرر القانوني أو ما هو المستند القانوني للتدخل الروسي في أوكرانيا؟ يجب أن نعرف بأن القانون هو ليس ما يكتب وإنما هو ما يطبق. يعني إذا كان في البلد هناك قانون مكتوب ولكن لا يوجد قضاء ولا يوجد قضاة ولا يوجد شرطة، ما قيمة القانون؟ تكون البلد فعلياً غابة، وكل من يحترم القانون لن يكون له مكان في هذا البلد، سيكون البلد فقط للخارجين عن القانون وقطاع الطرق واللصوص. الحقيقة أن العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن غابة، واللصوص هم الغرب، ولا يوجد قانون دولي ولا يوجد مؤسسات دولية ولا يوجد أي شيء. فالحديث عن القانون الدولي في ظل عدم وجوده وعدم تطبيقه كلام من دون معنى، وهذا الكلام قالوه المسؤولون الروس منذ 15 عاماً بالضبط وبشكل علني، بأن السياسة التي يسعى إليها الغرب هي سياسة القوة أو سياسة الأقوى، وبالتالي هم يسعون إلى تحويل العالم إلى غابة. أما حرية التعبير والرأي وهي أحد أهم الأسس التي يتباهى بها الغرب فقد سقطت بالهاوية. فعلى الأقل منذ أتى جورج بوش الصغير منذ حوالي 20 عام والعالم الغربي كله برأي واحد والكل يتحرك بنفس الاتجاه، حكومات، لوبيات، شركات، وسائل إعلام، ومؤخراً وسائل التواصل الاجتماعي. ما هذا الغرب الديمقراطي الذي يعيش فيه مئات الملايين من البشر ولكن ليس فيه سوى رأي واحد؟ عندما يغضب أو تغضب أمريكا من سوريا فيصبح فجأة كل الرأي هو رأي واحد ضد سوريا وبنفس المصطلحات. عندما يريد أن يدافع عن الصهيونية وهذا شيء مستمر، الكل يتحدث بلغة واحدة. ومؤخراً عندما غضبوا من روسيا وسمحوا بالعنف تجاهها فأيضاً كان برأي واحد. فالحقيقة حرية الرأي وحرية التعبير هي أن يكون لك رأي واحد متطابق مع الغرب، هذه هي الحقيقة. حرية الملكية هي أحد أهم أعمدة النظام الرأسمالي. فجأة عندما غضبوا مؤخراً من روسيا صادروا كل الأملاك للروس الموجودين في الخارج سواء للدولة أو لرجال الأعمال، وهذا يذكرنا تماماً بمصادرة الأموال السورية وبمصادرة الأموال الليبية وقبلها سابقاً العراقية والإيرانية وغيرها. فإذن حرية الملكية هي حرية ملكية الغرب لأملاك الآخرين. أظهر الغرب عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله. هذا الكلام لا ينطبق فقط على المسلمين ولا ينطبق فقط على العرب كما نعتقد، لا، ينطبق على الجميع. الحقد الذي رأيناه على روسيا اليوم لم نراه على أي دولة في التاريخ، ولكن هذا الحقد ليس جديد، هذا الحقد عمره قرون تجاه روسيا وتجاه الآخرين. أحد الأمثلة الهامة في الحرب العالمية الثانية، كان الغرب سعيد جداً بدخول هتلر إلى روسيا، ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أي مشكلة معه ولم يحاولوا القيام بأي هجوم ضده، وإنما قاموا بذلك عندما بدأ يخسر وفي المراحل النهائية من الحرب العالمية لكي لا تتمكن روسيا من أن تختطف هذا النصر كما كان يفكر الغرب، فقاموا بإنزال النورماندي. وأثبت الغرب أنه لا يوجد لديه لا أصدقاء ولا يوجد لديه أعداء، يوجد لديه عدو واحد هو كل من يقف في وجه مصالحه المادية، فيعني لا الشيوعية ولا الإسلام ولا النازية ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها هم أعداء للغرب. إذا كانوا يلبوا المصالح فهم أصدقاء، إذا كانوا يقفوا ضد المصالح فهم أعداء، يعني المبادئ صفر. لكن آخر حقيقة وهي من أشد الحقائق قبحاً وقل من الناس تعرف عنها، هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنياً وعسكرياً وعقائدياً،
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طالبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ والغرب يدعم هذه المنظمات التي تسمى اليوم منظمة أزوف اليمينية، وإسرائيل الصهيونية التي تجتر ذكرى البكاء على ضحايا المحرقة، تدعم زعيما يدعم النازية التي قتلت اليهود. هذا يؤكد بأن الغرب يكذب في كل ما يقول، والغرب لا يهم سوى أن يسيطر على العالم، أن يتحكم بالعالم، وأن ينهب الموارد ويملأ خزائنه بالأموال. لكن ماذا يعنينا من كل هذا الكلام؟ يعني ما يهمنا أن سوريا عندما انطلقت بتعاملها مع الغرب في السابق عبر العقود لم تنطلق من التشدد، كانت تتهم بأن سوريا متشددة وبأن سوريا غير واقعية وبأن سوريا لا تقرأ الخريطة العالمية جيدا. نحن أبدا، نحن لم ننطلق سوى من التمسك بحقوقنا ومن التمسك برؤيتنا الواقعية، لأن هذا الغرب لا يقدم لنا شيء. فإذا سوريا ثبتت صحة رؤيتها ومواقفها، ثانيا لا يمكن أن نراهن على تغير الغرب في المدى المنظور، لأن من لم تغيره القرون لن تغيره العقود. وبالتالي لا يمكن أن نضع في حسباننا أن هذا الغرب سيأتي في يوم من الأيام ويلعب دورا موضوعيا أو عادلا أو مساعدة أو مساعدا في أي قضية من القضايا التي تعنينا في سوريا وفي كثير من الدول الأخرى. النقطة الثالثة، هذا يعني بأن ما طرحته الدولة السورية والحكومة السورية في عام 2005 منذ 17 عاما حول التوجه شرقا يصبح الآن أكثر صحة من ذي قبل. أولا لأن الأحداث تثبت حقيقة أن الغرب لا يمكن أن نعتمد عليه، ثانيا لأن الشرق الذي نتحدث عنه قد أصبح شرقا متطورا وقادرا على سد حاجات معظم دول العالم، بعيدا عن الحصار وبعيدا عن الفوقية وبعيدا عن التحكم بمصائرنا في كل مجال من المجالات. لذلك لا نشك اليوم بتقدم الغرب تقنيا وعلميا وتنظيميا وإداريا، ولكن لا شك لدينا بأن الغرب السياسي هو غرب منحط أخلاقيا. هذه الصورة بالمختصر التي ستشكل رؤيتنا للغرب في المستقبل وطريقة تعاملنا معه، وهي لا تختلف إلا قليلا جدا عن الرؤية التي شكلت خلال العقود الماضية. فإذا كما نرى العالم يذهب باتجاه الصراعات، وبدأ ثمن هذه الصراعات ينعكس على الجميع في كل زاوية من زوايا هذا العالم، وخاصة في الجانب الاقتصادي، ونحن جزء من هذا العالم، وعلينا أن نفكر بشكل جدي ما هي الحلول الموجودة أمامنا لمواجهة هذا الواقع القاسي الذي بدأ يؤثر بشكل سريع جدا. طبعا الإمكانيات موجودة ولو كانت قليلة، ولكننا بحاجة لعقل ديناميكي وبحاجة أيضا لإرادة قوية لكي نتمكن من إيجاد الحلول. ونسأل أسئلة بسيطة في هذا المجال، مجال المعاش والاقتصادي، ماذا نستطيع أن نفعل وما الذي لا نستطيع أن نفعله؟ فالأسعار بدأت بالارتفاع عالميا منذ انتشار وباء الكورونا وبشكل تصاعدي بدون توقف، ولكن أتت الحرب الأوكرانية لكي تؤدي لارتفاع صاروخي في كل هذه الأسعار، بما فيها القمح، بما فيها المعادن، كل الأشياء. لا يوجد شيء لم يرتفع بنسب
متفاوتة، ويبدو بأنه مع استمرار هذه الحرب سيستمر الوضع على ما هو من صعود مستمر. هل نستطيع أن نغير الأسعار في الخارج؟ بكل تأكيد لا، هذا خارج تأثيراتنا بشكل مطلق. هل نستطيع أن نفعل شيء بالداخل؟ طبعا نستطيع أن ندعم الإنتاج، هذا ما نتحدث عنه. هل تمكننا من تحفيز الإنتاج خاصة المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين الماضيين؟ طبعا تمكننا، ولكن بنفس الوقت الظروف المختلفة أتت معاكسة لهذا الإنتاج. أولا ظروف الغلاء في الخارج، ثانيا ظروف الطاقة الكهربائية، ولكن لا يوجد خيار إلا دعم هذا الإنتاج بأي ثمن من الأثمان، وسوف نتمكن إن شاء الله من القيام بذلك. ولكن تبقى مشكلة الكهرباء هي العائق الأكبر في وجه المنتجين. طبعا هناك رؤية واضحة للحل في هذا المجال، تحدثنا عن الطاقة الشمسية وبدأت أول مجموعات تصل في بداية شهر آذار، كان يفترض أن تصل في الشهر العاشر، ولكن الضغط الكبير على شركات الإنتاج والضغط الكبير على وسائل النقل البحرية أدى لتأخير لخمسة أشهر على الأقل، وما وصل هو القليل وليس ما وصل هو القليل الغير قادر على تغيير وضع الكهرباء. ولكن ما أريد أن أقوله بأنها بدأت هذه التجهيزات تصل وبشكل أبطأ وبشكل يعني جدول زمني أطول مما كنا نأمل. الجانب الآخر هي محطات التوليد التقليدية، بعد جهود صعبة تمكننا من إيجاد طرق لتأمين القطع الضرورية للنهوض بعدد من المحطات، وتمكننا من تأمين خبراء لمساعدتنا. بقي جزء من هذه المستلزمات لم يتم تأمينه بعد، ولكن بحسب رأي الخبراء بأن الفارق الكبير سيكون ظاهراً في يعني بعد الخريف تقريباً. المهم أن الأمور تسير بالشكل الصحيح، قد لا نتمكن من السيطرة على كل العوامل باعتبار جزء كبير منها خارجي، ولكن ما أريد أن أقوله بأن كل العقبات لم تمنعنا من أن نحسن الوضع. يبقى ما الذي لا نسيطر عليه هو الجدول الزمني، ولكن حتى الآن تمكننا من السيطرة على المستلزمات المادية التي تعنينا في هذه القطاعات. بكل الأحوال المعالجة ومعالجة كل هذه الأشياء هي ليست مستحيلة، هذا يجب أن نعرفه، ليست مستحيلة على الإطلاق مهما اشتدت الظروف وقسيت، ولكن لن تكون سهلة بكل تأكيد، ولن تكون من دون ثمن. كل هذا الغلاء في الخارج سيؤدي لأثمان عالية ندفعها نحن، ولكننا بحاجة لآراء ناضجة وليس الطفولية، لآراء متجددة مبدعة إبداعية وليست آراء تقليدية. مرة أخرى أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء، فأنتم رسل العلم والمعرفة، وأنتم المؤتمنون على مستقبل أجيال الوطن، وأنتم حراس المبادئ والقيم التي تشكل هوية أمتنا وجوهر حضارتها وأساس بقائها. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مهامكم، فنجاحكم هو نجاح للوطن. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم.